أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. تبارك الذي جعل في السماء وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام.
وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أساما ومن يفعل ذلك يلقى أساما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وعمل عملا صالحا سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء ما شاء الله ما شاء صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار.